عليكم. وعليكم السلام. من سكنة ديال حي أكدال. نعم سي. اليوم حي أكدال كعاود بحال نقولوا إعادة الهيكلة. نبغيو شنو هو الكلمة ديالك في هذه المسألة؟ الكلمة ديالي إعادة الهيكلة بالاسم. إعادة الهيكلة بالاسم. يعني عندنا واحد الجمعية في الحي ديالنا مكلفة بالملف. الحمد لله تحركت. كان في الحركة بعد شيء من البركة بحالاش. يعني عطوهم رخصة. وهذه الرخصة هذه مقرونة بالتزام. يعني شنو هذا الالتزام هذا؟ ما نعطيوك رخصة حتى تلتزم لينا بأنك التزام. هذا الالتزام شنو فيه؟ الالتزام انا توري المشاهدين بحال نعم يشوفوا. نعم الالتزام انا الموقع اسفله السيد فلان فلان مغربي الجنسيه مزداد تاريخ كذا كذا الحامي بطاقه الوطنيه الى اخره الساكن درب اقدار رقم الى اخره المحمديه اقر والتزم بعدم فتح باب او منفذ فوق ضاله مسكني بالعنوان اعلاه وبهذا اصرح عليه واوقع. نبغيو نعرفوا واش من جهه كيف ما كنشوفوا هنايا ما مكتوبه حتى شي جهه ولا مؤسسه حكوميه ولا جهه منسوب ليها هذا الالتزام ولا جهه يعني قدرت يعني تجر ليها هذا الالتزام. هذا الالتزام على بياض هذا الالتزام انا بغيت نعرف يعني بحال كما كنقولوا بالدارجه المغربيه شكون اللي في العقل يعني دارونا به يعني زيرونا به تصور فين به بغيت تقولوا بزاف خويا الساكنه كاملين اللي استافدوا من الترخيص ديال هذا واش وقعوا عليه ولا وقعوا عليه ولكن رغم هذا كيف كانت الطريقه ديال التوقيع الطريقه ديال الالتزام لان قال لهم حنايا جنا لكم الرخصه هذا رئيس ديال الجمعيه ديال درب أبدال قال لهم جنا لكم الرخصه ولكن غديروا معنا التزام بان ما تزيدوش تصور خويا عندنا 30 متر وقالوا دير هذا الالتزام انك ما تزيدش الفوق كيف يعقل اي مسؤول كيسمعني واي صاحب ضمير تيسمع الصوت ديالي كيف يعقل 30 متر قبر ما تزيدش حتى يعني كيف ما شفناها الحجم المساحه صغيره يعني بيت وكوزينه والافراد كاينين 7 8 في كل دار تقريبا خويا ماشي 7 8 ورغم ذلك ان كاين عائلات عندهم افراد مزوجين وعندهم وليدات وتصور 30 متر 35 40 متر ما ديرش الطلاق ديرها ما ديرش الستره وما ديرش الدروج على وقيله حتى هما يعني الكلام ديال 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 الكلام ديال مثلا نشير وهذا الى اخره يهضروا عليه لكن كانوا عندنا سدات كنا هازين شويه فوق عندنا سدات دوك السدات كنهزوا فيهم بعض الحاجيات من بانيوات من المسائل ديال التصبين الى اخره يعني دابا من بعد البني هذا واعاده الهيكل سمينا يعني فين كيف غادي نشروا الساكنه فين غادي يديروا هاد الاواني ديالها لا جات عفوا نشير يا سلام لا جات عفوا نشير راه واش دابا الحمد لله يعني احنا كنا طامعين وفرحانين وسط المدينه لاكس ديال المدينه مدينه المحمديه ويديروا لنا هذا الالتزام هذا ويشدونا بهذا الالتزام هذا انا اللي دارني شنو الراي ديال الساكنه في هذا الالتزام هذا الالتزام داروه رغم عنهم علاش لان قالوا لهم ما نعطيكم الرخصه حتى تلتزموا لينا لكن انا اللي بغيت نعرف انا جو عندي ناس مراقبين كذا بغيت نعرف هذا لمن منسوب هذا الالتزام لمن منسوب نعم من منسوب ينسبوه ليهم ما كاين حتى مشكل اي واحد ينسب ليه هذا الالتزام هذا ما كاين حتى مشكل حنا الحمد لله ديك الساعه كتكون عندنا لكن باش يدير الالتزام حتى واحد يعني لو وزاره الاسكان لا بلديه لا مجلس بلدي لا كذا والتزام يعني هذا شيء مضحك في القانون وما نظنش يعني هذا راه ما نظنش قانوني اكيد ماشي قانوني اذا شكرا ننتقلوا نشوفوا البيت ديالك نموذج لهذا البيت ديالي البيت ديالي مصلوح البيت ديالي مصلوح ومصلوح جدا هذه الستره عندي فيه فاينس هذا مصلوح و30 متر فرحنا ملي سمعنا الضاله فرحنا لكن ملي داروا لنا هذا الالتزام وما عطوناش يعني انتم متدمرين من هذا الالتزام هذا بزاف انا نداء نوجه نداء الى كل صاحب ضمير الى كل مسؤول كيهمه هذا الامر وقفوا معنا اللي يسروا معنا في المسائل ديال البدايه الحمد لله ديال الدار والى اخره لكن جاو حتى الاخير وحطمونا يعني كيفاش حطمونا بغاو يخلونا نعيشوا في قبر اللي كيسمع اي فرد من الافراد اللي كيدوز من الحي من هنا وكيسمع بانه ما دايرينش دروج ولينا اضحوكه الساكنه ديال المحمديه ما كانوش كيعرفوا هذا الدرب ما كيعرفش هكذا اليوم كيشوفوا كيتفاجئوا كيقولوا بلي راه فرحوا بادره هذه بادره طيبه اشرح لهم الفرحه ديالك لا بادره طيبه جدا لكن ملي كتقول لهم ما عندناش ستر وما عندناش دروج كيضحكوا عليك
كيجيهم الخبر الخبر كالصاعقه كيقول لك يعني بقاو افضل كما كنتو بقاو افضل كان عندكم ضوايا كان عندكم وكان عندكم اذا هم يعني انت كتفضل انه تبقاو على كيف ما كنتو قبل على انه تمشي اللي كيتم دابا دابا حيت كاينين شي ناس هنا اللي كيبنيو راه ماشي كلهم كانوا باغيين يبنيو واحد الملاحظه هنا حيت كاينين شي جيران مساكن كان عندهم القطرة وكان عندهم كان عندهم السكنه كانت يعني كما كنقولوا مكرفصه جيرانهم كيبنيو اضطروا لان كاين حيط واحد كاين حيط واحد اضطروا حتى هما يبنيو لان غادي يهرسوا عليهم داك الحيط وهذا غير يتكرفصوا الى اخره اضطروا حتى هما يصلحوا فهذا نداء الله يجزي بخير كل من يسمعوني كل من يسمعوني هذا الالتزام ما عندوش سند قانوني ولا احد يعني كيرجع لي هذا الالتزام ثم يعني يحاولوا يرأفوا بنا لان راه 30 متر ما فيهاش السرعه اذا شكرا الكلمه ديالك وصلت للجهات المعنيه شكرا